مثل كل سبت مشاهدينا حدا منكم عم بيكون معنا بي واتس كوكينج. اليوم معنا هاديه بدر رمضان. بونجور. بونجور. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. كيف الاحساس؟ كول. ماشي الحال. هاديه حابه اليوم تقدم لنا وصفه انا اكيد طيبه، بخلها الباستا مع القريدس، كريم فريش، صوص طومات. هيدي الوصفه انت اخترعتيها او تعلمتيها من حدا؟ انا يعني مو بحب عليك، بحب الاكل كثير. اوكي، ما مبين عليك. عندي طرق ثانيه بخبي فيها، فالي نفس على الاكل وبحب اطبخ. يعني عندي كثير بحب اطبخ بالبيت، بحب اعمل عزايم. الحمد لله. ايه الحمد لله كلهم بيشهدوا انه اكلي طيب. اكلك طيب؟ لا ما في شك. ايه. خبريني شوي، هادي عندك اولاد قلتي لي؟ ايه عندي 3 صبيان. اوكي، شو اعمارهم؟ عندي 10 و6 و7. 6 7 و10. وبحبوا اكلك؟ ايه لا الحمد لله. وفي اشياء هيك مفضله عندهم اكثر؟ ايه من غير وصفات؟ ايه اكيد، في صراحه بحبوا الاكل الطبخ. اوكي، يعني اللي حنيت. ايه وانا اكيد بحب انه اعودهم على الاشياء اكثر من الفاست فود وكذا. اكيد. فحتى جوزي يعني كمان الحمد لله بحب الاكل. بيقدر اكلتي؟ ايه بقدر اكلتي. بس شو اسمه جوزي؟ يحيى. يحيى، هاي يحيى اكيد عم يحضرنا. ايه المفروض. المفروض. يعني اذا ما حضرنا مشكله. طيب رح نبلش نحن بالطبخ تما يدهمنا الوقت. اوكي. واكيد رح نتعرف عليك. نحن عم نشتغل. بلشتي هون ب هلا هي وصفتنا اليوم هي بني بالقريدس. المفروض تكون صوص روزي اللي هي صوص بيضة والصوص الحمراء. نحن سبق وحطينا المي لنكسب وقت. حنحط البني لنتركها تغلي. بنحركها شوي مشان ما تلزق. وبفضل احط لها شوية زيت كمان. أكيد وملح. هلا بنجيب الملح. هن عادة دائما بالمعكرونة بحطوا على الكيس قديش هي بتاخذ وقت. صح. فهيدي مبدئيا بتاخذ وقت 10 دقائق. شو اسمه؟ بدنا نحطها هيك، نحطها هون بأسف. بتاخذ 10 دقائق، بس نحن حنسلقها 7 دقائق لأنه بدنا نرجع نحطها مع الصوص مشان ما تخبط. ما تستوي على الآخر. أي. سو تقريبا نص سلقه، ثلاث ارباع سلقه. هلا هون اذا فينا ندور. ندور يلا. اوكي، حنحط هلا الزبده، حنبلش بالصوص. اللي هي الزبده. كمان ما بقص المعلقه. هون بدنا نقلل البصله اول شيء. ايه، بدنا نقلل البصل والثوم. اوكي. البصله كمان مفرومه قبل بوقت. هاجي خبرينا كيف عرفتي بالفقرة وحدا شجعي او انت قدمتي؟ انا الي مراق، يعني انا كنت طالعه قبل مع الشيف رمزي وهيك، فالي مراق بالطبخ وكذا، والي مراق بالظهور الاعلامي. بتحبي؟ ايه مش بس مش دايما. وبتتابعي على لايف؟ ايه اكيد، ما انا الصبح ما كيف بشتغل. كيف ايامك انت؟ خبرينا شوي. انا ما بشتغل. أوكي. مع اولادي وهيك، وانا الي مراق بالطبخ والي مراق بالفقرات. سو بتقضي وقت بالبيت قبل الظهر؟ ايه، والي مراق كثير بالفقرات الثقافيه صراحه اكثر من المسلسلات. خصوصا عندك فقره التغذيه. كمان المعلومات الثقافيه. ف بهموك؟ بهموني، فاكيد بتابعكم يعني، بس مش دائما يعني. مش دائما. ولما عرفت انه بلشنا نستقبل مشاهدينا يطبخوا معنا، كيف شو عملت اول شيء؟ عشان تفتشي. اول شيء على الثوم. انا جبت لك اياهم. اوكي اوكي. اول ما عرفت فكرت صراحه، بعدين قلت ما بعرف اذا بعدهم ولا لا، قلت هات لدق تسالي. اسال. وبعدين مشي الحال، حكيت مع تاتيانا و مشي الحال. بس على السريع. على السريع. عم نشوف صور مهضومين. هيدي انت؟ ايه، هون كان عندي عزيمه بالبيت. هلا في مواهب ما قلتي لنا عنها. هدول اولادي مهضومين. ايه، في هلا ما بعرف اذا ما بقيت صوره الصفره. كثير حلوه هالصوره. لا بعد ما قطعت صوره الصفره. هيدي مع العيلة. ايوه. مين الصبايا اصحابك؟ هون اختي وصاحبتي. اوكي، عم يحضرونا؟ ايه مفروض. هي؟ لا هيدا كان عيدك او عيد زواجك؟ ايه عيدي، هيدا كمان على جوزي. على زوجك. انا ناطره صوت الصف قال. هون بلندن. هيدي هالسنة؟ ايه. على لندن؟ ايه، وهون ولادي كمان. هون شرم الشيخ.
كثير مهضومين، جو حلو مبين. ايه لا انا اولادي اسم الله بيعملوا لي كثير جو بالبيت بجننوا. لكن قلينا هلا قلينا الثوم وال حطينا الثوم كمان. ايه كمان. اوكي هلا حنحط معهم القريدس. القريدس المفروض ما ياخذوا كثير وقت، دغري بيستووا. القريدس مهم انه يكونوا فريش مش مجلدين او ما بيأثر. لا فينا نجيب مجلدين هن على فكره، اذا كانوا فريش نعم حتى منهم مقشرين فينا نسلقهم، واذا سلقناهم طبعا هلا لانه مشان الوقت هلا بلشوا يظهروا، اذا سلقناهم ممكن ناخذ ميتهم للمعكرونه بتطلع اطيب كمان. يعني انت قصدك انه بنسلقهم؟ يعني فينا نجيبهم مثل ما هن نسلقهم، بنحط لهم ورقه غار، زنجبيل، جزر، بننكه المي يعني. ايه وجزر وفينا بعدين بس لما يخلصوا نخلي شوية مرقة اوكي ونحطها بقلب الصوص بدل المرق اللي عادة بنجيبه صناعي. وهن إذا سلقناهم نرجع بنزيدهم على البصلة مثل ما هلا عملت أنت أو كيف بتكفي الطبخة؟ لا لأنه حطينا المرقة بقلب الصوص فمش بالضرورة، بالعكس بنخليهم آخر شيء بنزين فيهم. للآخر لكن. ايه اوكي لأنه ديجا انطبخوا. ايه ايه هلا هن بعد أصلا هم بتقلي هن دغري. ايه دغري حياخذوا هن القريدس إجمالا دغري بدك يعني هيدي الطبخة ايه شوي كيف. يعني هيدي الطبخة كثير سريعة وملائمة للي ما كثير له مرق بالطبخ، يعني ما كثير بيعرف يطبخ. هين هين وبتبيض وجبه. ايوه بس هون حنبرش شوية جنجر. في نكهات طيبة رح تكون. بدنا نذكر اكيد كلكم عم تحضرونا، اذا حابين تكونوا انتم محل هادية معي بالمطبخ او مع ستيفاني كل سبت عم نستقبلكم. ما لكم الا تتصلوا فينا 0444444 ونحن بنأمنكم كل الانجريدينتس المكونات اللي رح تعزون لوصفتكم. هلا هون حنحط الصوص. هيدي كريم فريش. ايوه كريم فريش ليكيد عادي نشتريها بالسوبر ماركت. ايه هي لانه حسب الواحد شو بحب. فينا كمان نستعمل لايت اذا بدنا نخفف الدهون. ايه كمان فيك تخفف الزبده كمان مثلا مثل هلا نحن كثرنا شوي لانه المعكرونه يعني اطيب اذا كانت دسمه طب تطلع ناشفه. هون شو وضعها اول كريم؟ هون حنرجع ايه لازم نحركها. نرجع زيت شوية كريم. يعني هي حسب الشخص اذا بحبها كثير صوصي ولا مثلا بحبها شوي ناشفه. ناشفه. وهي المعكرونه بتسحب منيح يعني. ايه صح. بعدين بعد ما تزيد المعكرونه عليها دغري المفروض نقدم الاكل بشكل. يعني هو اذا ضلت شوي بيكون احسن لانه لتاخذ النكهه من الصوص لتتشرب الصوص، بس مش كثير لانه اذا ضلت كثير بتنشف. اوكي. هادية بتعملي حلويات كمان؟ صراحة لا الحلويات ما كثير لي مش اختصاصي. لا مش اختصاصي بس اكل يعني اجمالا كل شيء اكل حتى الاكلات الصعبة يعني مثلا. كيف تعلمتيهم؟ يعني من اهلك او بالكتب؟ يعني مثلا جيجو بالفرن، مثلا رز بلحم مع خروف كذا. لا هدول الاكلات الصعبة. بتغامري بالاكلات الصعبة. ايه ايه. والمحاشي؟ المحاشي ايه كمان. الولاد انا كثير عندي مثل ما قلت لك بحبوا اليخاني. هون زدنا صوص الطومات. هي المفروض تصير هلا صوص روزي. فينا نكتب اكتب او فينا يعني اذا كتبنا اكتب بحسب الواحد كمان اكيد. اوكي هلا عم نحرك. هلا بنبلش نزيد المطيبات. عم نشوف هون صورة الاولاد هادية. لا هذا رافائيل، هذا ابني كان عامل سيل بالمدرسه. كيك سيل؟ ايه كيك سيل. اوكي. والله عملوا وجمعوا واشتغلناه بالبيت كمان. حضرتوه بالبيت؟ عملت حلو. ايه حضرتوه شوكولا بس كان سهل. ايه فحضرناه بالبيت وراحوا على المدرسه وجمعوا لانه هن مسافرين على باريس. مهضومين؟ فعملوا لهم مثل هيك يعني اكتيفيتي ومشان يجمعوا ويعلمون على روح المسؤوليه. ليكي هلا مع انه هن عندك ثلاث شباب انت اسم الله. ايه بتشجعيهم انه يشاركوك بالمطبخ او ما كثير؟ والله هن بحبوا كثير بس الحلو. في حدا اكثر من ثاني؟ لا اكيد يعني الا ما تنقلي كم. ما قلتي شو اساميهم؟ ايه اسمه زكريا الكبير.
الكبير زكريا ومالك وكريم. اوكي، مين اكثر واحد هيك عنده مراء؟ زكريا. بس اجمالا بالحلو، هلا انا اكيد ما بقلهم بالحلو، يمكن لانه الحلو فيه تسلية اكثر. وبدنا جوز تطيب هلا حبا يامي، نحط اثنين تطلع اطيب. ما كثير بدها وقت. لا الوصفه هيدي لجوز تطيب. ما بعرف اذا بلشت تشمي ريحه. بتشهي. حطينا جينجر. ايه حطينا جينجر على القريبس. نايس. اوكي بلشت تغلي ولا بعد؟ هون الباستا. شو قولك بدك؟ ايه خلص بنشيلها. ايه بنصفي. بنصفيها هون. لكن كل الاشخاص يلي حبوا وصفتنا فين يقيدوا مكونات هلا قدامكم على الشاشه، واذا ما لحقتوا تحضرونا من اول ما تنسوا صفحه الفيسبوك بيج لام تي في الايف، فيكم تتابعوا كل وصفاتنا انكلودينج الطبخات اللي عم نحضرهم نهار السبت. بدك هلا شويه زيت لانه يعني رح نرد على الطنجره. كينا هيك بتزيدي لها الزيت هون. اوكي حط لها شوية زيت بس مشان تفرد، ما ناخذها شقفة وحدة. اوكي نحركها شوي ما تلزق. ايوه نحن صرنا على الاخر. اوكي هون لكينا عم تغلي. هون اخذوا كل النكهات. الصوص بعد ما قصى شيء او لا؟ بعد حنحط لها كم شقفة حبق. هي ما بيصير تغلي كثير لانه لها هلا ما تاخذ النكهة، وهدول بنشيلهم اخر شيء. في لزوم نملح هلا؟ ايه اكيد ملح هون. اوكي هي الكريم بتاخد ملح لانه حلوه. رح حطي شوي. لكن نحن بعد هالوقفه راجعين دغري على التيستينج تنشوف كيف طلعت وصفه هدية. هاديا واو واو وعلينا بهالسرعة. عادة بين الكوكينج والتيستينج في وقت ونحضر ونزين، بس اليوم هيك كنا عم نسرع انا وياكي بجنن. طلع انت اسم الله عليكي خبرة، معك خبرة بس بتطبخي لهم بالبيت؟ ايه بطبخ بالبيت اكيد. ولا بس هون تينا ما بتطبخ بس للبيت، تينا بتطبخ لنا لنا كمان وبتجيب لنا اشياء طيبة. انا بحب الحلويات اكثر من الطبخ. اوكي فقيمتي هيك بجيب لنا كمان. خلص بنقدر نكمل بعض. كنت عم تتابعي فقرتكم تينا. هادية مرتاحة كثير بالمطبخ، كنا عم نشوف كيف عم تشتغل كأنه مش أول مرة معنا. فأنا يعني يا ريت مشاهدينا إذا أنتم هيك كمان نحن بنكون مبسوطين نتفرج على حدا بيعرف يطبخ بينبسط بالتحضير الأكل ويقدم لنا شيء حلو مثل هالجد. بدك تسكبي لنا هادية هيك بندوق سوا؟ هلا خبرتيها جلي وين بيصير او شو هذا؟ جلي انا مستعجله كثير صراحه، عندي موعد يعني بتعرف عندي ثلاث اولاد وهيدا. اوكي اول شيء عاملين ريجيم ولا لا؟ بتعرف كيف؟ لا عندنا ما في ريجيم، ما في ريجيم. ولا شو مدام ميرسي. اصحابك بحبوا الطبخ هادي او بس بحبوا ياكلوا من ايديك؟ يعني صراحه قليل. ليه؟ يعني ما بقى لخبي كان خبيه يعني ما فينا نوجه هلا رساله لحدا من اصحابك تشجعيهم يجوا يدخلوا معنا. خبيه ما عملت عزيمه عندي بالبيت، فاذا اجى جوز صاحبتي قال لي انت عامله الاكل؟ قلت له ايه. قال لي لا ما بصدق. فات على المطبخ ليشوف الطناجر اذا انا طابخه بالطناجر ولا لا، بعدين شايف الطناجر. هيدي معناتها انه مرته ما عم تطبخ له هي. ايه طيبة كثير طيبة. طيب وهادية ما بتاكل معنا؟ هادية بس كده؟ انا عادة لما بطبخ الطبخة قليل ما ادوقها، بس هلا حدوقها. فيري جود. صحتين. وحبيتها سريعة وهينة. هي ما في كثير غراض الواحد. وبعدين الغراض تقريبا يعني دائما بتلاقيهم بالسوبر ماركت، ما في كثير غراض صعبة. مزبوط.
هاديه نحن رح نختم قبل ما نودعك، شو بتحبي تقولي للي عم بيحضروكي؟ بدي اقول لهم انه الطبخ منه صعب ابدا، بس هو الواحد اذا حابب يقدر يطبخ واشياء طيبه، وفي كثير طبخات سهله كمان. هاديا ميرسي بوكو، احنا انبسطنا فيك اليوم. اوكي ثانك يو. رح ناخذ وقفه، ولكن قبل رح نقدم لكم وصفتنا لبكره.